أهلا بكم في همساية. تظاهر آلاف الإيرانيين في عدة مدن احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وكذلك ارتفاع نسب البطالة والفقر، وردد المتظاهرون هتافات ضد النظام الإيراني تطالب التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول والاهتمام بحالة المواطن الإيراني. نتابع هذا التقرير الذي يشرح بعض ما حدث اليوم ثم نعود إليكم. ولمناقشة هذا الموضوع يسرنا ينضم معنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم النحاس المحلل السياسي، ومن بيروت الدكتور طارق شندب الأستاذ القانون الدولي، ومن لندن معنا الأستاذ حسن راضي رئيس مركز الأحواز للدراسات. أهلا بكم ضيوفي الكرام، ونبدأ معك يا دكتور إبراهيم النحاس. بداية، ما هي أسباب انطلاق المظاهرات الراهنة في إيران من وجهة نظرك في الجانب الدولي؟ نعم، بالنسبة للسياسات الإيرانية كنا نتوقع أن هذا الإهمال الكبير الذي تقوم بها ويقوم به النظام السياسي الإيراني للداخل الإيراني وللشعب الإيراني أنه سوف يقود لمثل هذا الحراك الشعبي الكبير. النظام السياسي الإيراني اهتم كثيرا بدعم التنظيمات، دعم الجماعات في الخارج، التدخل في الشؤون الداخلية الدول الأخرى، دعم المعارضات، ودعم أيضا الخلايا التجسسية في الدول المجاورة، في دول مجلس التعاون، في الدول أيضا عربية أخرى. كل ذلك أدى إلى إنفاق المليارات من الدولارات في غير محلها ولزعزعة استقرار وأمن المنطقة، وبالتالي الشارع الإيراني عانى كثيرا من هذا الإهمال بالفقر وتفشي أو ضعف الاقتصاد بشكل كبير جدا وتفشي حالة المجاعة حقيقة في داخل الشعب الإيراني. وذلك عندما نجد مثل هذه الحراك الشعبي وهذا الحراك الشعبي الكبير هو بالنسبة لنا كان متوقعا، وهي تتطابق تماما مع الحالة التي للأسف وذهب إليها النظام السياسي الإيراني بإهماله الكبير للشعب الإيراني في الداخل. نعم، أستاذ حسن راضي، وأنتم متابعون بشكل دقيق لما يجري في الداخل الإيراني، هناك من قال بأن السبب الأساسي لاندلاع مثل هذه المظاهرات وحدتها الحقيقة سبب معيشي بالدرجة الأولى، ثم بعد ذلك تحول إلى شعارات سياسية ضد النظام وضد رموزه. كيف تقرؤون ذلك؟ نعم، حقيقة طبعا إيران والمدن الإيرانية بشكل كبير تشهد مظاهرات احتجاجية على الغلاء، على البطالة، على الوضع المعيشي المتردي منذ فترات طويلة وبشكل مستمر. لكن يعني اليوم وهذا الأسبوع بالتحديد شهدت تصعيد كبير
يعني عندما تظهر مظاهرات في إصفهان وفي طهران وفي مشهد أكبر مدن إيران، هذا دليل على أن هناك تصعيد كبير ضد النظام الإيراني. صحيح أنه الأساس في بدايات هذه المظاهرات هو بسبب يعني الوضع المعيشي والبطالة والغلاء المرتفع بشكل كبير، لكن سرعان ما تتحول هذه المظاهرات إلى مظاهرات سياسية، بمعنى هناك احتجاج اقتصادي ضد الوضع الاقتصادي، وهناك احتجاجات سياسية من خلال الشعارات التي رفعت بالمظاهرات، يعني الموت لروحاني، أو يعني هذا دليل على أنه فشل روحاني في تنفيذ أو تطبيق وعوده، خاصة فيما يخص الاقتصاد. نعم. وتحسين الوضع الاقتصادي، وعندما يعني ترتفع شعارات المتظاهرين انه الموت للديكتاتور، هذا بمعنى انه الموت لهذا النظام، الموت لخامنئي، بمعنى انه المواطنين بداوا يعني يرفضون كل النظام برمته من راسه حتى الى جميع مؤسساته ومسؤوليه. صحيح انه طبعا هذا يعني، ونتوقع انه سيكون هناك تصعيد أكثر، سيكون هناك أيضا تتوسع رقعة المظاهرات في كل المدن، وهذا دليل واضح على فشل النظام الإيراني يعني في تنفيذ وعوده وتحسين الوضع المعيشي من جهة، وأيضا إهمال المواطن يعني بشكل متعمد من جهة، يعني خاصة بما يخص الشعوب غير الفارسية، وأيضا يعني إنفاق المليارات الدولارات على سياسات الخارجية التوسعية في المنطقة، مما أيضا انعكس هذا الغضب من قبل المواطنين ضد النظام الإيراني، أيضا بالشعارات أنه اتركوا سوريا ويعني فكروا بحالنا، أو لا لغزة ولا لبنان، نعم لإيران، أو روحي فداء لإيران. هذه الشعارات أيضا بمعنى أنه تعكس يعني رفض سياسات النظام الإيراني يعني في المنطقة وحتى في الداخل، بمعنى أنه أصبح اليوم بشكل واضح الشعوب أو المواطن الإيراني في وادئ ويبحث عن لقمة عيش وحياة كريمة، والنظام الإيراني في واد آخر يبحث عن سياسات التوسعية في المنطقة والقمع وحرمان المواطنين في الداخل. نعم دكتور طارق شندب، لاحظنا في الشعارات الإيرانيين اليوم حضور الحالة السورية بشكل واضح ودقيق، إلى جانب طبعا لبنان وغيرها، لكن الحالة السورية كانت حاضرة بقوة. كيف يعني تنظر لانعكاس ذلك على الحالة السورية، وخاصة أن الشعب الإيراني يطالب النظام بعدم التدخل في الحالة في الشأن الداخلي للدول وخاصة سوريا، والالتفات إلى الداخل وهمومه؟ أولا يعني هذه ليست المظاهرات الأولى التي تنطلق في إيران وفي معظم المناطق منذ بداية الأزمة السورية وحتى هذه اللحظة. نعم. ولا بد من التأكيد أن المظاهرات السابقة التي انطلقت والتي تم التعتيم عليها، والتي كانت تطالب نظام الملالي بسحب ميليشياته وقوات الحرس الثوري من إيران من سوريا، نظرا لعدد القتلى الكبير الذي سقط منهم والذي استقبله الشعب الإيراني بالبكاء وبالمظاهرات وباعتراضه على سياسة الولي الفقيه الذي أرسل أبنائهم إلى سوريا خدمة لمشروع طائفي مقيت. لابد أن نؤكد كذلك أن هذه المظاهرات جرت سابقا في إيران والآن ما زالت تجري في كثير من المناطق بتعتيم إعلامي، أولا رفضا للتدخل في سوريا. كذلك لابد أن نتأكد، لابد أن نؤكد أن مظاهرات الأحوازيين مستمرة دائما، وبخاصة بعد صلوات الجمعة، وهي تقمع بأقصى وبأشد الأيادي الحديدية من قبل النظام الإيراني. أن هناك كثير من المظاهرات الآن في إيران انتهاكا أو ردا على انتهاك الحكومة لحقوق الإنسان، كذلك مظاهرة الإيرانيين ضد الفساد. نعم. ضد البطالة، ضد المرض. نحن نريد أن نؤكد أن الإيرانيين الذين خرجوا اليوم هم طالبوا القادة الإيرانيين بالانسحاب من سوريا، من انسحاب من لبنان، لأن أبنائهم يعودون إليهم جثثا في توابيت صفراء، وأن الضريبة التي يدفعونها سواء أكانت مادية أو غير مادية تذهب إلى جيوش أو ميليشيات إرهابية في المنطقة العربية، بالإضافة إلى الفساد المستشري ضمن الطبقة الحاكمة
في إيران طبقة الولي الفقيه وعصابته الذين يستولون على كل مقدرات الشعب الإيراني دفع الشعب الإيراني إلى الخروج. أعتقد أن الشعب الإيراني لم يعد يطيق أكثر أن يبقى تحت هذا الضغط، تحت هذا الحرمان، خدمة لسياسات القتل والإرهاب في المناطق العربية. وأعتقد أن الإعلام الآن لم يعد في حالة تسمح له بعدم تصوير حالة الواقع الإيراني ونقلها إلى الخارج. نحن نريد أن نؤكد كذلك أن كذلك آلاف الحالات التي يتم فيها انتهاك حقوق الإنسان الآن في إيران، ولا ننسى كذلك المظاهرات الإيرانية سابقا أمام الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وفي العواصم الأوروبية ضد دولة إيران وضد انتهاكات إيران ضد أبناء إيران. نعم، ابقوا معي مشاهدينا الكرام وضيوفي الأعزاء. الآن نتابع مقطع لمواجهات بين قوات الحرس الثوري والشرطة من جانب والمتظاهرين من جانب آخر، وكذلك تفريقهم كما استخدم الغاز المسيل للدموع وربما الأعيرة النارية الحية. نتابع هذا المقطع ثم نعود. أهلا دكتور، كما شاهدت المقطع تعليقك على ذلك، خاصة أن نلاحظ أن المتظاهرين الحقيقة السلميين ليس لديهم أسلحة، ليس لديهم أي محاولات اصطدام برجال الأمن، ومع ذلك تم استخدام القنابل المسيلة للدموع، كذلك استخدم في بعض المقاطع المياه الساخنة، وأيضا هناك مقاطع فيديو يعني تنقل صوت أعيرة نارية لا نعلم الحقيقة دقة يعني هل هي أعيرة نارية حية أم مثلا رصاص مطاطي أو شيء من هذا. نعم، بداية في جزئين حقيقة التعليق على هذا المقطع الهام بالنسبة عندما نشاهده من الخارج الآن. أولا يدل بأن الشارع الإيراني الشاب الآن رافض تماما للسياسات الفوضوية التي اتبعتها الدولة الإيرانية أو النظام الخميني بالتحديد. هذا الجيل الجديد الذي عانى كثيرا من الشعارات الإيرانية الموجهة سواء للداخل أو بالخارج، وعانى أيضا كثيرا من الوعود التي أطلقت من قبل النظام السياسي الإيراني بأنهم سوف يجدوا المعيشة الطيبة وسوف يجدوا الحياة الكريمة وغيرها من وعود كانت تطلق دائما سواء من قبل الناخبين الذين وصلوا للرئاسة كروحاني وغيره ممن سبقوا أو من قبل ما يسمى بمرشد الثورة الإيرانية خامنئي. هؤلاء وعدوا هؤلاء الجيل الجديد، وهذا الجيل الجديد لم يجد من هذه الوعود إلا تلك الشعارات الفضفاضة ومزيد من المجاعة ومزيد من المعاناة الاقتصادية. أما فيما يتعلق بمواجهة هذه المظاهرات السلمية بهذا الأسلوب القمعي والهمجي، فهذا هو المعتاد والمتوقع من قبل النظام السياسي الإيراني. هذا النظام الذي يوصف بأنه نظاما بوليسي استخدم الإرهاب ضد الشعوب في الخارج، ضد السوريين، ضد العراقيين، ضد اليمنيين في اليمن، فلا نستغرب أن يكون أكثر وحشية تجاه الشعب الإيراني في الداخل. فإذا كان استخدام على سبيل المثال هذه العيرة النارية والتي تبدو بأنها عيرة نارية حية، ولنا حقيقة في تأسيس الخمينية شاهد بأن هذا النظام يمارس الإعدامات لعشرات الألاف من أبناء الشعب الإيراني. نعم. فكيف بهذه اللحظة التي يعاني بها من تراجع كبير في السياسة الدولية؟ للأسف هذا النظام الإجرامي يواجه مصيره من شعبه الذي للأسف أهمل كثيرا في مراحل الماضية. نعم، أستاذ حسن راضي، وأنت تشاهد هذه المقاطع وأيضا الشعارات التي تردد وهي تذكرنا بالواقع بما ردد من شعارات في عام 2009، لا غزة ولا لبنان، روحي فداء إيران، كما ردد الشباب الإيراني، وكذلك قضية الموت للديكتاتور اليوم أيضا نفس الشعارات تتكرر، وهناك غضب واضح شعبي في الداخل.
كيف يمكن أن يكون هذه تكون هذه المظاهرات التي تنتشر بسرعة، والنظام الآن يقطع الإنترنت عن المدن التي فيها بعض المظاهرات، أن يعيد لنا يعني أو يكون على سيناريو 2009 رغم أن المناسبة ربما مختلفة؟ سمع ربما ضيفنا في الحقيقة من لندن لا يسمع. سمعت السؤال دكتور إبراهيم؟ نعم، بالنسبة للشعارات هذه المستخدمة ألفها ألفناها جميعا حقيقة، وكما تفضلت عندما تطلق وعود انتخابية في مرحلة معينة ولا يجد الشارع الإيراني مثل هذه الوعود، بل يجد مزيدا من التجاهل في الداخل ومزيدا من الإنفاق المالي في الخارج. صحيح. وهذا الخارج لم يعود على إيران إلا بالعزلة وبأن تكون دولة منبوذة من قبل المجتمع الدولي، دولة منبوذة من محيطها. الشعب الإيراني أيضا وجد نفسه بهذه السياسات الهمجية القمعية الفوضوية في المنطقة، وجد نفسه معزولا من شعوب المنطقة، وجد نفسه أيضا محاصرا في الداخل الإيراني. غير مقبول أن يكون للأسف الإيرانيين في دول المنطقة، سواء في الدول التي للأسف تدخل بها نظام السياسي الإيراني أو غيرها. لذلك هذا هو المتوقع. وبالنسبة أيضا لمثل هذه أيضا الاحتجاجات المتصاعدة الآن، يتوقع أن تتزايد في المرحلة القادمة، لسبب أنه هذا الجيل الجديد الذي ولد بعد الثورة لم يؤمن آباؤه من قبل بالثورة، فما بالك بهذا الجيل الذي يجد في هذه الوعود وهذه الشعارات مزيد للأسف من الإهمال بين الداخل والخارج. ويضاف لذلك حقيقة في نقطة مهمة أيضا، أن الجيل الذي يقود الآن الدولة الإيرانية بعيد تماما عن الواقع الإيراني. الفارق الكبير جدا ليس هنا في العمر، وإنما الفارق في التطلعات حول ما يريد أن تكون عليها الدولة الإيرانية. الجيل الجديد في الدولة الإيرانية يريد دولة مندمجة بالمجتمع الدولي، يريد دولة متقدمة اقتصاديا، يشاهد دول الجوار في المجموعة العشرين على سبيل المثال كالمملكة العربية السعودية. صحيح. بينما دولته تقبع في آخر السنة اقتصاديا، ولديها إشكاليات في قضية الاتصال مع العالم. نعم. وحتى مع دول الجوار. نعم. دعنا نعود إلى أستاذ حسن راضي. أستاذ حسن راضي، كنا نتحدث عن قضية المقارنة بين هذه المظاهرات وما حدث في 2009، رغم أن المناسبتين مختلفتين، يعني هنا تلك بعد انتخابات ونتائجها، والآن بسبب أوضاع معيشية. كيف يمكن أن يكون تطور مثل هذه المظاهرات مستقبلا؟ نعم، صحيح أنه يعني عام 2009 خرجت المدن الإيرانية ومعظم المدن الإيرانية، خاصة المدن الكبرى في طهران وإصفهان وشيراز وغيرها، احتجاجا على حدث معين، على تزوير. صحيح. الانتخابات بالتحديد، ويعني واحتجت الناس على هذا الأمر، ويعني أصروا على أن يكون مرشحهم أو الشخص الذي أعطوا رأيهم هو يكون رئيس وليس من أختاره المرشد. صحيح أنه كثير من المواطنين وكثير من الموجودين في تلك المدن يعني حاولوا استغلال هذا الحدث للإطاحة بالنظام الإيراني، لأن الجميع يتربص، خاصة المواطنين أنا أقصد، يتربصون بأي حدث لتوسيع يعني الإطاحة بالنظام، لأنه النظام نظام ديكتاتور، نظام فاسد، نظام ظال، نظام ظالم، نظام لا يهتم بأمر المواطن وغير ذلك، والمواطنين يحلمون أو يعملون من أجل إطاحة بهذا النظام. لكن اليوم نتكلم عن ظروف تختلف تماما. اليوم انه اليوم يعني كل يوم يمر على ايران يعني يكون المواطن باسوأ حال من يوم امس. لهذا اليوم الوضع يختلف. اليوم احتجاجات سياسية، احتجاجات يعني ضد الوضع الاقتصادي، احتجاجات على الوضع المعيشي، على الوضع الاجتماعي، على كل الأصعدة، انه الناس هناك يعانون من هذا النظام. لذلك اليوم أنا أعتقد وصل الأمر إلى ذروته، عندما يحتج المواطن ويتسع رقعة. نعم. المظاهرات، ويستهدف المواطن أو المتظاهرين يستهدفون رأس النظام الإيراني بكل شجاعة وبكل بشكل علني، يعني يهتفون بموت خامنئي وبالقائد وبالنظام برمته، بمعنى أنه وصل الأمر عند المواطن وعند المتظاهرين إلى أبعد حدود. وأنا أعتقد يعني ستخرج يعني الأمور من يعني سيطرة النظام الإيراني، لأنه يعني المواطن حقيقة وصل إلى وضع لا يمكن يعني يتحمله. يعني حتى أبسط الأمور وصل، يعني المواطن لا يستطيع يعني شرائها من أبسط الأمور إلى يعني إلى أبعدها في كل القضايا. إذن يعني أنا أعتقد أنه يعني المظاهرات ستتوسع إذا استطاع النظام الإيراني قمعها اليوم. هذا لا يعني انتهاء المظاهرات، ستخرج في بعد أسبوع المقبل أو الأيام المقبلة، لأنه الوضع المعيشي لا يمكن يعني يتحمله.
يعني عندما نتكلم على أنه الملايين وأكثر من 20 مليون عاطل عن العمل، وعندما نتكلم حتى الذين يحصلون أو لديهم وظيفة أو يعمل هو يعيش تحت خط الفقر، أو عندما نتكلم على أن هناك أكثر من 15 مليون يعيشون في الصفيح أو في البيوت المهمشة، بمعنى أنه إيران أصبح يعني للمواطنين كجحيم. نعم يتمنى نعم استاذ حسن راضي، خاصه ان ايضا رئيس لجنه، واسمح لي بالمقاطعه، رئيس لجنه يعني الخميني للاغاثه صرح بان هناك 40 مليون ايراني، واكد ذلك ايضا وزير العمل الايراني، 40 مليون ايراني يعيشون تحت خط الفقر. دكتور طارق، الان هذه المطالبات الشعبيه بعدم التدخل في الشؤون الداخليه الدول الاخرى واضحه من قبل الشعب الايراني ومطالب تجاه النظام، هل برايك ان ذلك سينعكس بشكل او باخر على سلوك النظام الايراني العدائي تجاه دول الجوار وتدخلاته والاعتماد على الميليشيات، ام انه سيستمر في تجاهل ذلك؟ لابد ان نؤكد اخي العزيز ان ايران طبخت السم في اليمن وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي فلسطين، وهي الآن تحصد نتائج سمها التي طبقته للعرب. نعم. إيران أرسلت كل الميليشيات الإرهابية من داخل إيران ومن خارجها، وما يسمى الحرس الثوري الإيراني الإرهابي، لذبح الشعب العربي. ذبحت أكثر من مليون عربي في سوريا، والآن تذبح الشعب اليمني، وكما ذبحت الشعب العراقي سابقا. صحيح. وهي تخلق التفرقة والفرقة بين الإخوة الفلسطينيين. وبالتالي أعتقد أن إيران لن تستطيع أن تصمد أكثر، ليس فقط في مواجهة الشعوب العربية، وإنما حتى في مواجهة الإيرانيين الذين يعيشون الفقر والذل والمهانة، والذين يستقبلون أولادهم بالنقوش الصفراء. إيران استعملت كل أدوات إرهابها ضد الشعب العربي وضد المسلمين، وهي تاجرت بالقدس وبالقضية الفلسطينية. فيلق القدس لم يطلق أي صاروخ باتجاه العدو الصهيوني، فيما أطلقها باتجاه مخيمات الفلسطينيين في حمص وفي دمشق، واتجاه العرب المسلمين في اليمن. وبالتالي هذا الفيلق الإرهابي الذي يتغنى بالقدس كما تتغنى ميليشيا حزب الله الإرهابية هنا في لبنان بالمقاومة، نعم. هؤلاء الإرهابيين لابد كل العالم أن يقف مع الحق العربي والحق الإسلامي لمواجهة هؤلاء الإرهابيين. وكما قال سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله أنه لابد من مواجهة إيران، وأن المواجهة سوف تكون في الداخل الإيراني، وأعتقد أنها بدأت المواجهة، وأن طابخ السم هو آكله. نعم. وأن النظام الإيراني الذي طبخ السم هذا بدأ يأكل منه. صحيح. دعونا مشاهدينا الكرام نتابع الآن هتافات رددها الشعب الإيراني اليوم، مثيرة ربما، لأنه طالب بنظام الشاه، يقول أن إيران بدون نظام الشاه لا شيء، لا نعلم ماذا يقصد الشعب الإيراني بذلك. دعونا نشاهد هذا المقطع. حساب کتاب نداره، ایران که شاه نداره، 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 حساب کتاب نداره. دکتر ابراهیم، ونحن نتابع هذه المطالبات واضحة لتغيير النظام. في عام 2009 إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وقفت عن أي دعم الحقيقة للشعب الإيراني، وهناك أوامر واضحة أنه عدم حتى تغطية إعلامية. الآن في ظل هذه المظاهرات وفي ظل إدارة مختلفة في توجهاتها تجاه إيران إدارة الرئيس ترامب، هل تعتقد أن سيكون هناك دعم أمريكي للشعب الإيراني حتى لو على الجانب الإعلامي؟ أنا أتوقع أن الدعم الأمريكي سيكون أكبر بكثير من الجانب الإعلامي. الرئيس ترامب عندما أعلن استراتيجية، هو أعلن استراتيجية لمكافحة الإرهاب ومن يرعى الإرهاب ويموله، وهو يقصد بالتحديد النظام السياسي الإيراني، وذكر ذلك في خطاباته. وبالتالي نحن نتوقع أن يحظى الشعب الإيراني بدعم لوجستي، قد يكون دعم مالي، قد يكون دعم إعلامي، قد يكون دعم بالطرق التي يراها النظام أو الدولة الأمريكية بشكل يتيح لهذا الشعب أن يتحرر من طغيان هذا النظام، طغيان النظام السياسي الإيراني
الذي للأسف صدر الإرهاب وصدر الفوضى للمنطقة وللعالم. لذلك أوباما في مرحلة معينة للأسف كان يتماهى لتبريرات معينة للاتفاق النووي الإيراني. صحيح. الآن الإدارة الأمريكية الجديدة أدركت بأن تلك السياسة لم تؤتي إلا إرهابا ومزيد من تفكيك المنطقة ومزيد من المعاناة لشعوب المنطقة ولشعوب العالم. نحن نتوقع مزيد من هذا الدعم الأمريكي، ونتوقع أيضا أن الشعب الإيراني ذاهب باتجاه التحرر وذاهب باتجاه مطالبة بالحرية وإعادة كرامته والاندماج من جديد في المجتمع الدولي. نعم الدكتور إبراهيم النحاس المحلل السياسي المعروف، شكرا لكم. أيضا الشكر موصول إلى ضيفنا من لندن الأستاذ حسن راضي رئيس مركز الأحواز للدراسات، ومن بيروت الدكتور طارق شندب المحلل السياسي أيضا والخبير في القانون الدولي، شكرا لكم. الشعب الإيراني يطالب بحريته وينتظر دعما دوليا لإنقاذه، فهل سيحصل على ذلك؟ سوف نتابع ونرى. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا هذا الأسبوع، لا تنسوا متابعة حسابات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.